أنت لا تقطع نفسك من العلم، يجب أن يكون لك وردا من القرآن ووردا من دروس العلماء لا تقطعها، لا تقطعها. أحد الإخوان يقول: عاهدت شيخي على ألا يفصل بيني وبين درسه إلا الموت أو العجز، أحدنا يعجز سنستمر. وذلك أنا أتذكر المشايخ قديما يحضر دروسهم أناس في الستين وفي السبعين من عمره ما يقطعون الدرس، وما زال بعض الناس الآن أعرف يحضر درس شيخه وهو فوق 65 سنة ويقرأ على شيخه، يقرأ عليه من 40 سنة ما قطع الدرس. التلميذ وصل مرتبة في الجامعة أعلى بكثير من شيخه، لكنه بدأ مع الشيخ وما قطع، وهذا من التواضع في العلم ومن الإجلال. وصدقني أن الله عز وجل يجعل في قلوب الناس تعظيما لهذا الذي تواضع في تحصيل العلم مع شيخه أكثر مما يظن هو أنه من باب استنقاص. أرجع إذن، يعني أرجع لكلامنا الأول، إذن اترك، اجعل لك نصيبا من الدروس لا تقطعها، واجعل لك نصيبا من القرآن لا تقطعه، واجعل لك نصيبا من القراءة لا تقطعه، واجعل لك نصيبا من المذاكرة لا تقطعه. هذه أوراد يجب ألا تقطعها، هذه الأمور الأربعة لا تقطعها قدر استطاعتك، ومع ذلك أكد عليها بكثرة دعاء الله عز وجل أن يرزقك العلم النافع.